سلام للناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم واحد الطريقه سهله كيفاش كنصاوبوا هاد الوريدات بالبريد في وسط الكوزه. كنحتاجوا الحرير، كنبرموه على ثلاثه، كنجي هنايا للوسط، كناخذ نفس العبار كيكون ملي من اليسر، كندخل الحرير بهذا الشكل، كندير واحد الخرصه، كنخلي جوج أعمدة أو ثلاثة عفوا، كندخل البرة، كنجيبها منين دخلتها المرة الأولى، وكنبدل اللوى على صبعي وكندير بحال العقدة بهذا الشكل. أنا هنا درت لويت عليها 16 لوية، يعني نفس العبار كديريه في الوريدات كاملين. إلا كانت عندك الجوزة كبر أنت كديري عدد أكثر، انا بغيتها غير صغيره على قد هاد الكوزه اللي عندي، حيت مديره غير كوزه صغيره. درت 16 لويه. هنا كنجر الابره، كنحاولوا ما نزيروش دوك اللويات باش كيخرجوا لنا بكل سهوله من الابره. كيف ما كتشوفوا كنخرجها وكنجرها بهذه الطريقه، كنحصل على هاد الوريده بهذا الشكل. كنخرج الابره من التحت وكنخلي نفس المسافه، وكنرجع لاتجاه معاكس، وكنخرجها منين دخلت الخيط المره الاولى. هنا ما كنخرجوش الابره كامله، كنخليوها خارجه باش تسهل علينا الخدمه ملي كنكونوا نلويو. نفس الشكل ثاني غادي نلوي الخيط 16 مره بهذه الطريقه على الابره. كيف ما قلت لكم ما كنزيروهاش بزاف وما كنخليوهاش مرخوفه. الا تحلك الحرير كتعاودي تلوي. كنجروا الابره، كنخرجوا بهذه الطريقه وكنديروا ليها صبعنا، كنوركوا شويه باش تخرج لنا البتيله بهذا الشكل. كنخرج الابرة وكنجي الاتجاه اللي مقابل مع الاولى، وكنخرج الحرير، نخلي ثلاثة ديال الأعمدة ونفس الشكل. كنبقى مستمرة بحال هكا حتى كندير ربعة ديال البريدات بهذا الشكل اللي غادي يعطوني شكل ورده. كيمكن لك تعمري بها الكوزه كامله باش كتجيك ورده فيها العريشات بزاف. انا بغيت ندير غير ربعه بحال هكا وندير فيهم العقيق. الطريقه ديال الخدمه ديالهم راه ساهله، ملي غادي نكملهم غادي نثبتهم بالبره والخيط. غنزيد معكم هاد الرابعه باش تكمل الوريده. كيف ما قلت لكم كندير 16 نفس اللويات كنلويهم في العريشات كاملين. هنا انا كملت 16 الحرير. هنا انا راني برمتو على 3 الحرير المبروم. كيف ما كتعرفوا انا كنخدم غير بالحرير المبروم، ما كنخدمش بالحرير العادي. صافي، هنا انا كملت 4 ديال العريشات. كنقلب نخدمه وكندير عقده لتحت، كنعقدها مزيان، كنقطعها وكناخذ الخيط والبره، وكناخذ الزمرد بهاد في هاد اللون في الموف. انه كان متوفر عندي، كان بامكاني نستعمل الغوز. هنا كنخرج الخيط كيكون في اللون ديال الورده، كنجي للوسط الفوق وكنثبتها باش ما يبقاش العريشات ديالها طالعين، وكندير الزمرد، كنركب هذيك الحبه ديال الزمرد بهذا الشكل.
كنثبتها مزيان، راه ما تخافوش، راه ما كيطيروا لا في صابون لا حتى شي حاجه، كيبقاو ثابتين. كندوز للثانيه حتى هي كيف ما كتشوفوا، كنثبتها وكنجي الوسط كيف ما كتشوفوا راها ثابته، وكندير حبه ديال الزمرد، كنبقى مستمره بهذا الشكل حتى كنثبتهم كاملين. وغادي ندوز للكوزه الثانيه حتى هي وندير فيها وريضه ونثبت وسط منهم الزمرد. شوفوا معايا هنا كيفاش جات، كتجي زوينه بزاف وسط الكوزه. نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي باش تشوفوهم كاملين كيفاش كيجيو. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم كيف ما كتشوفوا، كيجيو زوينين وكيجيو صحاح شادين بلاصتهم، واخا يتصب لهم في الماكينه ديال الصابون ولا بيدك ما كيتحيدوش، كيبقاو ثابتين حيت مثبتينهم مزيان ومدير لهم البره والخيط. كنتمنى فيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعه والدعم ديالكم ليا. ما تنسونيش من اللايك والاشتراك والبارطاج. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.